هذا البرنامج برعاية زراعية مباشر. حد يسمع لنا؟ انا عندي مشكلة مش لاقيين تعب يا بيس، عايز محدش يعرف. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقينا دايما بنتكلم على القطاع الزراعي وعن الرقعة الزراعية وازاي يحصل توسع في الأراضي الزراعية في مصر، خصوصا ان احنا عندنا زيادة سريعة في عدد السكان. ورغم ان الزيادة في الرقعة الزراعية في مصر بتحصل، بس هي غير محسوبة، ودي بيحصل لها تآكل نتيجة الزحف العمراني وبعض عمليات التصحر وتملح التربة لسوء الصرف مثلا. إذا كان عندنا زيادة مشاريع جديدة، إحنا في نفس الوقت عندنا زيادة سكانية وعندنا مشاكل بتقابل الأراضي الموجودة. مش على المستوى المحلي فقط ده بيحصل، بل على العالمي أيضا، ده موجود في كل الدنيا. وده جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة. من هنا التوسع الأفقي بيبقى متماشي مع هذه الزيادة في السكان، وده بيحقق أو بيتطلب المزيد والمزيد من استصلاح أراضي بهدف زيادة كمية الإنتاج الزراعي، مش مجرد زيادة المساحة المنزرعة. بتهتم عمليات استصلاح الأراضي بمعالجة عيب أو أكتر من عيب موجود، بحيث يتم تحويل التربة من حالة غير منتجة إلى أخرى منتجة وبدرجة اقتصادية. بدرجة اقتصادية يعني اللي أنا هصرفه يكون لي عائد. ده بيكون عن طريق توفير الأساليب والمستلزمات الضرورية، وبيعتبر أي مشروع لاستصلاح الأراضي مهم مهما كان حجمه. العملية الاقتصادية لازم تكون فيه متكاملة ومتكافئة، أركانها كلها متاحة، وفي عوامل أخرى مختلفة متداخلة بتعتبر المياه عامل محدد لتنفيذ أي مشروع استصلاح، مثلها تماما مثل خواص التربة الأساسية إن لم تكن أكثر أهمية، لأن المياه غالية جدا وإحنا عارفين محدودية مصر من المياه. إذا استخدام كل قطرة مياه في الإنتاج وبطرق علمية حديثة هو نوع من إدارة الموارد ونوع جيد للاستفادة القصوى من إمكانياتنا كدولة. ده اللي احنا بنتابعه وبنشوفه داخل وزارة الزراعة في هذه المرحلة. كنا اتكلمنا من سنين عن هذه المشاكل، كنا سمعنا من فلاحين كتير جدا وهم بيتكلموا عن هل هناك نية لطرح أراضي جديدة، هناك بعض المشاكل داخل الأراضي الزراعية عاوزين حد يحلها. كان الفلاح دايما بيتكلم وبيسأل فين دور الدولة. النهاردة احنا بنشوف في هذه المرحلة خطوات جادة لحلول نهائية. الحل المؤقت لعبور اي مرحلة اصبح غير مجدي، خصوصا ان احنا في دولة قيادة سياسية عندها طموح لبناء مصر الجديدة القوية الواعدة. يبقى العمل داخل هذه الدولة لازم يكون منظم ومخطط للسنوات القادمة او للمستقبل. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. بنتكلم النهاردة عن دور الدولة أو دور وزارة الزراعة في استصلاح الأراضي، في تحسين جودة التربة والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة استفادة قصوى. ده مهم جدا أن احنا نتعرف عليه، لأنه بيعطي نوع من الطمأنينة للفلاح وللمواطن المصري. تساؤل مشروع لكل مواطن، ماذا تعمل الدولة في ملف الأراضي، في الزراعة، في الإنتاج؟ أنا معي على الهاتف الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي. برحب بحضرتك يا دكتور. يا أهلا يا فندم، برحب بيك بالسادة المشاهدين. في البداية طبعا كل عام وحضرتك طيب، ربنا يوفقك. مع السلامة. إحنا لما نيجي نتكلم عن الفكر الجديد في استصلاح الأراضي، بمعنى إن إحنا دايما بندور عن الموارد المستقرة. في النهاردة مشروع 1.5 مليون فدان، مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو هدف إن هو يتحقق. ازاي ان احنا بنربط ما بين استصلاح الاراضي، ما بين المشروع القومي، ما بين الموارد المتاحه؟ هو بس يعني انا عاوز بس حضرتك الاول اهني الساده المشاهدين وانا حضراتكم العام الجديد. كل عام وحضرتك طيب. لكن هو حضرتك دلوقتي في المقدمه
اتكلمت على رفع كفاءة الأراضي والقدرة الإنتاجية واستصلاح الأراضي. تمام. الموضوعين موضوعين مختلفين خالص. هو أنا ربطت ما بينهم لسبب مهم، إن حضرتك كنت دائما بتتحمل مسؤولية رفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وإحنا تابعنا معاك من سنوات نجاح في هذا الملف. فالنهارده واحنا بنتكلم عن استصلاح الاراضي، احنا بنتكلم عن الموارد المتاحه ايضا داخل الاراضي اللي احنا هنشتغل فيه. تمام يا فندم. هو بس الفكره، لا انا اقصد اقول ايه، ان الدوله ماشيه في الاتجاهين، ماشيه أيوه. في اتجاه الحفاظ على رفع الاراضي الزراعيه القديمه في الوادي والدلتا. تمام. والتوسع الافقي في الاراضي الصحراويه. صح. واصبح عندنا دلوقتي النموذجين شغالين وبيكملوا بعض، يعني النموذج في الاراضي الوادي والدلتا بيبقى موجود عندنا الجهاز التنفيذي لمشروعات تحتيه الاراضي، عندنا محطات القطاع الميكنه، الكل ده بيتضافر في عده نقاط. النقطه الاولى ان احنا طبعا بنحافظ على رطوبه التربه من خلال الحرث تحت سطح التربه او من خلال التسويه بالليزر لتقليل استهلاك المياه، بنطهر المصارف والمجاري المائيه، بعد كده المعالجه الكيميائيه للاراضي القلويه عن طريق اضافه الجبس الزراعي او المخصبات الاخرى زي الكبريت او المخصبات الاخرى. ده من خلال دراسات بيجريها قطاع الدراسات في الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي، خطه سنويه. ايوه. الخدمه بتؤدى في الخطه على اقساط مثلا ممكن تصل لخمس او سبع سنوات. ده بالنسبه للخدمه اللي داخل في الخدمه. اما بالنسبه للي بيطلب الخدمه فوري وعاوز يعمل تسويه بالليزر او بالجبس، تبقى بتعاقد شخصي وبيبقى ليه تعاملات اخرى. ايوه. ده بالنسبه للاراضي القديمه في الوادي والدلتا. تمام. انا مش عاوز يعني برضو لو حبينا نسرد كل الخدمات اللي بتؤدى في الوادي والدلتا، يمكن مجلس المحافظة لا هي كتير. يعني حضرتك انا كنت بتابع معاكم تحليل التربه بيبقى في خطه لمعالجه بعض المشاكل اللي موجوده، ودي الحمد لله احنا يعني انا اشهد ان في نجاح فيها قوي جدا. بالنسبه لاستصلاح الاراضي الجديده، وده ملف اخر بالنسبة طبعا. بالنسبه لاستصلاح الاراضي برضو احنا حضرتك الجهاز حاليا عنده تكلفات في تكلفات بانه بيشتغل في اراضي المليون والمليون ونصف المليون فدان. ايوه. بمساحات واسعه كبيره جدا، بيأدي ليه مستهدف انه يعمل خلال مثلا شهرين او شهر ونص، حوالي كل شهرين او كل شهر ونص 20 تسويه لما يقرب من 20 او 18,000 فدان. ايوه. بيتناوب معاه برضه الاجهزه الاخرى زي احنا بنقول زي قطاع الميكنه. الخطه طبعا بتبدا برضه بدراسات، ان حضرتك بينزل قطاع الدراسات وبينزل قطاع الاراضي وبينزل المهندسين بيعملوا حاجه اسمها نموذج الارتفاعات الرقميه، وبعد كده بيشوفوا مكعبات الحفر والرد، بعد كده بيشوفوا التسويه، وبعدين بيشوفوا المعدات اللازمه لعمليات التسويه، وبعد ما نشوف المعدات اللازمه لعمليات التسويه بكون اصلا احنا شفنا بقى المساحات هتزرع ري بالبيفوت ري بالرش او هتزرع بري بالترطيب، لان كل طريقه ري مختلفه بتختلف عن الاخرى في عمليات التسويه، اما تسويه ابتدائيه او تمهيديه او تسويه نهائيه اللي هي بالليزر. احنا التكلفات اللي شغالين بيها دلوقتي، يمكن الهدف من كده ايه؟ ان المنتفع او الصغار الزراع او المستثمر يا دوبك عليه بس ان هو يركب وسيله الري دلوقتي بالنسبه للمشروعات اللي احنا بنشتغل عليها. تمام. زائد احنا بقى بنحسب احتمالات اخرى عن طريق مركز بحوث زراعي بالتعاون مركز بحوث زراعي، يعني احنا واضحين خطه من خلال تحليلات التربه، اذا كان هتضاف اسمده حيويه، اذا كان هتضاف اسمده للخدمه، مجهزين البدارات اللي ممكن تشتغل وتضيف الاسمده، بنشوف احنا لو هنزرع نوعيه معينه من النباتات يبقى محتاجين بلانتر، عشان خاطر انت لو زرعت بالميكنه هتحصد بالميكنه. ايوه. فانت لازم تكون عامل حساب حضرتك ان انت النهارده مثلا لنفترض انت زرع بندر سكر. تمام.
تمام. انت محتاج في زراعه مندل السكر هتميكن، يبقى هتحصد بالميكنه. لو حضرتك زارع القمح بنفس الطريقه، بنحسب كميه التقاوي، بنحسب كميه الاسمده اللي محتاجه المساحات اللي موجوده اللي احنا بنتوسع فيها. بس مش عاوزين نغفل نقطه ثانيه، ايوه، ان احنا عندنا حوالي عن 1.5 مليون تانيين محتاجين تقنين من خلال لجنه استرداد الاراضي ومن خلال هيئه التعمير. دول اراضي داخله في الخدمه بالطبع، يعني داخله في الخدمه ولكن لم يقنن وضعها، يعني هي اراضي. ودول هنقدر نشتغل معاهم ولا هننتظر لما يتم تحديد موقفهم القانوني؟ لا، هم تحديد موقفهم القانوني معلش هياخد اجراءات، لكن احنا نقدر نشتغل معاهم عادي. يعني كويس جدا، لان دي ناس بتشتغل وناس بتنتج، فالنهارده انتوا معاهم. شغال، حلو، شغاله. انت حضرتك دلوقتي عندك 524,000 فدان لغايه قبل 2012 كان طالبين التقنين، دول داخلين خدمه وبينتجوا وبتعمل لهم عينات على اساس المعاينات الطبيعه، على اساس ان هو بيحتاج بعض المقررات السماديه. ايوه. فدول شغالين. هو الاساس في القصه طبعا انه يبقى رايح حديث، انت عارف الاراضي الصحراويه غير يعني ما بتحتفظش بالميه. عندنا دلوقتي بالنسبه للمليون ونص المغرق والمنيا والنوشكا والاماكن اللي اتعمل فيها الطرح الثاني او اللي نزلت في الجرايد، بيتعمل طرق، بيتعمل ثلاث محطات للميكنه او لجهاز تحسين اراضي المغرق لصغار الزراع، بيتعمل اكثر من محطه للوقود، بيتعمل مركز ارشادي ممتاز جدا في نفس المكان. يعني في دلوقتي الخطه بحيث ان كل منطقه تعتبر فيها جميع الخدمات الزراعيه والخدمات البحثيه. تعرف حضرتك يا دكتور، الخطه دي معناها ان احنا بننشئ مجتمعات جديده يكون فيها حياه، فيها روح. بالظبط. بنتكلم على التوسع اللي احنا بنحلم بيه كمصريين من زمان، كلنا من زمان بنسمع الكلمه دي. هو احنا مش هيكون ده عشوائيه فعلا؟ لا مش عشوائيه، لا ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز بس اخد من حضرتك كلمه اخيره، ايه رايك في شبكه الطرق القوميه اللي بتنفذ ومردودها على الاماكن اللي احنا بنروح نشوفها النهارده اللي موجوده في المهره وفي الاماكن اللي كانت تعتبر نائيه؟ ده مردوده ايه على شغلنا؟ والله انا اول حاجه بحيي حضرتك على السؤال دوت. احنا لازم نقول ان احنا عندنا طفره غير مسبوقه في الطرق، حقيقي يعني تذكر في الطرق. احنا النهارده بنروح المنيا في ساعتين وربع من القاهره. أيوة. بعد ما كنت بناخدها في 7 ساعات او 6 ساعات. أيوة. فبتروح هنا في 4 ساعات ونص، بتروح سوهاج في 3 ساعات ونص، في 6 ساعات. لكن النهارده يا فندم انا عاوز اقول حاجه، المنيا الطريق الصحراوي الشرقي او احنا بنسميه طريق الجيش، احنا انا بوصل صمالوط او الشيخ فضل في خلال ساعتين وربع بالظبط. يعني فعلا عامله لنا يعني ربنا يوفقك كمسؤول عارف تتحرك، عارف تروح للناس، عارف تشتغل معاهم. هو ده اللي احنا يا فندم ده يعني حضرتك لمست كلمه الحقيقه فعلا، ان انت قلت الطرق هي الشريان الحقيقي الذي يؤدي للتنميه. فعلا. احنا مش هنعمل تنميه غير فعلا بالشبكه العملاقه الموجوده الجميله جدا اللي بنحيي بيها سياده الرئيس والمسؤولين اللي هم نفذوها. ويعني ودي يعني لفته طيبه منك انت ذكرت دي ده مستقبل مصر جديدة. واحنا الحمد لله شعرين بالمجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيه، لان احنا بقى لنا فتره بنتابع وبنرصد. ربنا يوفقك. بشكرك على هذه المداخله، استاذ الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعه لشؤون استصلاح الاراضي.